بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أيها الأحبة هي حلقة جديدة من برنامجكم الشعبي فنون شعبية، نأمل أن نوفق في تقديم كل ما يحوز على رضاكم واستحسانكم، وندعوكم الآن إلى أولى فقرات هذه الحلقة. أشوف دياني وقف لي على الباب، أشوف دياني وقف لي على الباب، يبي الوفا مني ويطلب حساب. ما ينسي دين انت قفاه طلاب، الدين ما يوفيه كثر الطلاب. يا فيصل يا فيصل، أودعك توديع من غاب، لا تحتريه إنه يجي من غياب. يا فيصل ودعك توديع من غاب، لا تحتريه إنه يجي من غياب. غيبة دهر ما هي شهر عد وحساب، في مظلم ينهال فوق يتراب. أبيك ما تجزع وتفزع وترتاب، إن جاك من ينعى ويشلق ثياب. أبيك ما تجزع وتفزع وترتاب، إن جاك من ينعى ويشلق ثياب. عمر البكاء ما فاد حي ولا ثاب، لو سر غيرك كان سر النداب. وعليك بإخوانك وربعك والأقراب، حقي عليكم واصلك للقرابة. ما بينكم لا ينقل الهرج سباب. عليك بإخوانك وربعك والأقراب، حقي عليك مواصلك للقرابة. ما بينكم لا ينقل الهرج سباب، ترى دمار الدار نقل السباب. ومن الرجال اللي تخيرت الأصحاب، تخير اللي ما يبدل جواب. مغلاق باب الشر حلال الأنشاب، زبن الدخيل اللي يتنصى جنابه. وابعد عن الدوني ولو مرة طاب، لزوم يظهر لك مرارا عيابه. وانصر جال انصر جال اللي تخيرت الأنساب، كل نتعوض به يكود أنسابه. وانشد عن المربى انشد عن المربى، ترى العرق جذاب. عرق الردى لابد يجذب اجذابه. بلغتك الاعلام من غير نجاب، والحر يعرف من خطاه وصوابه. شعر سليمان التركي السديري. أيها المشاهدون الكرام، يسرنا في الدقائق التالية أن يكون معنا وعبر هذا البرنامج الأديب والشاعر المصري الأستاذ سيد حجاب. مساء الخير أستاذ سيد. يا مساء الخير. نجدها يا أستاذنا الكريم فرصة سعيدة عبر هذا البرنامج وعبر القناة الأولى في تلفزيون المملكة العربية السعودية أن نستضيفك لنطرح عليك سؤال، ألا وهو الموروث الشعبي في منظار الأدب العربي، ماذا تقول؟ أقول أن الموروث الشعبي جناح هام جدا. نعم. من الأدب العربي الحي المتطور المتغير، وأن هذا الموروث الشعبي تعرض لظلم كبير طوال قرون عديدة، لأن النحاة
أذنوا لعدم خضوعه لقواعد النحو والصرف العربية، ورد عنه هذا الظلم منذ زمن بعيد ابن خلدون حين أشاد بالمعاني والأفكار والأخيلة التي يحويها هذا الشعر، وإن فقدانه لقواعد النحو والصرف لا يفقده قواعد الفصاحة والإبانة والتعبير عن المشاعر والعواطف والأفكار. الحمد لله مؤخرا بدأ نقاد الأدب يدركون أهمية الدور الذي يلعبه الموروث الشعبي في وجداننا وفي تشكيل توحد الجماعة حوله. نعم أستاذ سيد، الشعر الشعبي اتفق الجميع على أنه جزء لا يتجزأ من الموروث الشعبي أو من الأدب الشعبي. من وجهة نظركم كأديب وشاعر، أين يتجه الشعر الشعبي في هذا العصر؟ هو بداية علينا أن احنا نفرق بين الشعر الشعبي بمعناه الفولكلوري، لأن الفولكلور اللي بينتمي إليه الشعر الشعبي يتعلق بالشعر مجهول المؤلف اللي الجماعة الإنسانية اشتركت في إبداعه بالإضافة أو الحذف. هناك على هامش هذا الشعر الفولكلوري شعر لشعراء معروفين ذابوا في تقاليد الشعر الشعبي وذابوا في اللغة المكتوب بها أو الذي أبدع بها هذا الشعر الشعبي، وكتبوا رؤاهم هم كمثقفين معلومين لدينا. يعني هناك فرق بين الشعر الشعبي الفولكلوري والشعر المبني على التراث الشعبي الذي يبدعه مثقفون. فالشعر الشعبي الذي يبدعه الشعب أظنه يتعرض الآن لتبدد عظيم ما لم نتدارك بالتدوين والتسجيل لبقايا حفظاته اللي وسائط الإعلام الجديدة ابتدت تزحف وتسحب من تحتهم الساحة وتفقدهم الدور الاجتماعي. يعني علينا أن نبحث وندون ونوثق للشعر ده قبل أن يندثر، اللي هو الشعر الشعب الحقيقي مجهول المؤلف اللي أبدعته الجماعة كلها. تقصد أستاذ سيد الأساطير والحكايات القديمة، الفولكلور، الفولكلور اللي منها الأساطير ومنها الألعاب الشعبية ومنها الأشعار الشعبية ومنها الفوازير الشعبية ومنها يعني كل ما يشمل الشعر والأدب، كل ما هو إبداع شعبي مجهول المؤلف. طيب أستاذ سيد، هل هناك من خطر على اللغة العربية الفصحى من هذا الزحف الذي نحن نراه ونقرأه ونشاهده؟ وأعني الكلمة العامية الشعر الشعبي الذي يقال الآن في الكلمة أو في اللغة الدارجة طبعا لكل الشعوب العربية. القرآن يطمئن، نعم، أن الله أنزل الذكر وهو الحافظ له. سبحان الله العظيم. نعم. فإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق الله العظيم. فهذه المقولة ينبغي أن تطمئن على اللغة العربية بكاملها، ولا ينبغي أن نتخذ منها ذريعة، لأن اللغة المحكية ليست هي لغة القرآن. مش لازم نتخذ من ده ذريعة لنقهر ونحبط اللغة الشعبية ونمسح أيضا، لأن اللغة الشعبية اللغة اللي بيتكلمها الناس، لغة الحياة اليومية، هي لغة وجدانهم اللي بيعيشوا بيها وبيحلموا بيها، واللي لازم يعني يعبروا بيها برضو عن وجدانهم ده. وأنا أتصور أن هذه اللغة الشعبية مع وسائط الإعلام الحديثة يمكن أن تكون أداة توحيد جديدة للشعوب العربية. جميل. يعني نحن ازددنا معرفة وحبا للبنان من خلال الرحابنة وغنائهم باللغة المحكية، ازددنا معرفة كمصريين بالسعودية، وازددنا اقترابا من روح الإنسان السعودي بتعرفنا على الغناء السعودي من خلال طلال المداح ومحمد عبده باللغة الشعبية. أي نعم. لأشعار يغنون في الواقع محمد عبده وطلال المداح
يعني كثير من أغانيهم مستندة إلى شعر يكتبه مثقفون نعم. على الطريقة النبطية، شعر نبطي كقصائد للأمير خالد الفيصل والأمير بدر عبد المحسن وغيرهم. أظن من هذا الشعر المبدعين. أدخل الإنسان السعودي بمشاعره وبعواطفه وتجربته الشعرية والإنسانية نعم. في قلب المتذوق المصري والتونسي أو العربي بشكل عام. يعني نحن كلنا عارفين. يمكن رغم أن الحكاية تبدو متناقضة أن دي لغة شعبية، لكن هذه اللغة الشعبية يعني بوسائط الإعلام الحديثة بتقرب بنا كشعوب عربية روحها واحد، لكن تعينات هذه الروح مختلفة من بلد لآخر، تعيناتها اللغوية مختلفة من بلد لآخر. فأنا مش شايف لا تناقض ولا خطر على الفصحى من العامية. وأنا بيسعدني حاليا هذا الاهتمام الكبير الذي لاحظته في الجنادرية بهذا الشعر المكتوب بلغة الشعب، باللغة الشعبية البسيطة، اللي بيحمل مضامين ورؤى وأفكار عميقة وسامية وعظيمة تجاوز في ساعات كثيرة بعض الشعر اللي مكتوب بالفصحى. على العموم شكرا من الأعماق لأستاذنا الكبير الأديب والشاعر المصري الأستاذ سيد حجاب على هذه الآراء الجميلة والصريحة أيضا، وهذه الرؤى المنطقية في الواقع. نشكرك من الأعماق يا أستاذ سيد. شكرا لك، ونتمنى لك إن شاء الله دائما التوفيق والنجاح والتألق في مجال الشعر وفي مجال الأدب أيضا. شكرا جزيلا لك وللسادة المستمعين والمشاهدين اللي صبروا علينا وعلى قضايانا العويصة. الله يخليك. شكرا. شكرا أيها الأحبة، لا يسعنا في نهاية هذه الدقائق التي قضيناها مع الأديب والشاعر المصري الأستاذ سيد حجاب إلا أن نشكره ونشكركم أنتم أيضا، ودعونا الآن إلى الفقرة التالية من هذه الحلقة. كلنا للوطن وكلنا في خدمة الوطن. على الوطن الغالي، يسرنا أن نصحبكم مع هذه القصيدة التي يقدمها لكم الشاعر عبيد ابن محمد الأزمع أبو ثنين. طلع وجه النهار وبانت الدنيا بفكر وعيب، طلع وجه النهار وبانت الدنيا بفكر وعين، تأملت وطلعت أنا قصيدة والوطن معنا، يثير العاطفة معنى العلم والنخلة وسيفين، تذكرت الكرم والقوة ومبدأ طبايعنا، يثير العاطفة معنى العلم والنخلة وسيفين، تذكرت الكرم والقوة ومبدأ طبايعنا، على الفطرة وهالفطرة وعزتنا بعز الدين، توحدنا على كلمة علمنا اللي تجمعنا، تغطرف راية التوحيد والدمعة على الخدين، اليوم إن المنابر بالأذان أحيت مسامعنا، وسجدنا للعزيز اللي يميزنا عن الباقين، على حمل الرسالة واطهر البقعة مواقعنا، ورزقنا بالقيادة عادلة وإحنا بها راضين، على خدمة بيوت الله والتوحيد بايعنا. ألا يا كثر حبك، ألا يا كثر حبك يا وطننا والغرام يبين، اليوم إن ابتعدنا عنك لك فاضت مدامعنا. ألا يا كثر حبك يا وطننا والغرام يبين، اليوم إن ابتعدنا عنك لك فاضت مدامعنا، تحن قلوبنا لك يا وطننا كل حين وحين، ونطلب ربنا لك بسرعة اللحظة يرجعنا، نحبك مع حرارة جوك وبردك وكلك زين، سموم القيض لهبت تخفف من مواجعنا، ونحب رمال كل لونها مثل الذهب وتزين، ونحب غبارك اللي كنه يقوي روابعنا،
ونحب جبالك، ونحب جبالك اللي سجل تاريخك من سنين، ونحب فياضك اللي يحفظ النحل مرابعنا، ونحب نخيلك اللي تطعم العابر مع المسكين، ونحب السيف يوم انه على مجدك يودعنا، ونحب بيوتك اللي شيدت بالعزم لبن وطين، على متن الجدار مصور ايدينا واصابعنا. نحب بيوتك اللي شيدت بالعزم لبن وطين، على متن الجدار مصور ايدينا واصابعنا. ونحب ابيارك اللي طويت من همه الماضين، ونحب ابيارك اللي طويت من همه الماضين. نحب اثارك اللي لعرق الماضي ترجعنا، ونحب ابحارك اللي اغنت الفانين والحيين. نحب شعارك اللي لارتفع محد يروعنا، نحب رجالك اللي لانتخوا قام الحديد يلين. الا يا قرد حظ اللي على خيرك ينازعنا، نحب القائد اللي لقب اسمه خادم البيتين، تبرع باسمه الغالي وبدمانه تبرعنا، كسب حب الوطن بافعاله وحبه علينا دين. نحبك يا ملكنا والله انا ما تصنعنا، لاجل خدمة وطننا نهدي انفسنا ولك مسخين. تفضل يا ملكنا وانت تامرنا وتمنعنا، وانا من نجد واهل نجد يعرف ما لهم وجهين، اللي منا تعهدنا نموت ولا تراجعنا. أيها الأخوة، يسرنا في الدقائق التالية أن نجري هذا الاتصال في محافظة الدوادمي، وسيكون معنا إن شاء الله الشاعر المعروف مهنا ابن عبد العزيز البراهيم المهنا. فتعالوا معنا لنجري هذا الاتصال من هنا من الرياض إلى الدوادمي، هذه المحافظة التابعة لمنطقة الرياض. الو، السلام عليكم. الو، مرحبا. السلام عليكم. الله يمسيك بالخير ابو عبد العزيز. كيف الحال؟ الشاعر مهنا بن عبد العزيز المهنا من الدوادمي. نعم. اقول حنا طال عمرك برنامج فنون شعبيه. نعم نعم. من تلفزيون الرياض. نعم. نكلمك الان من الرياض، الله يسلمك. نعم. وشلونك يا ابو عبد العزيز؟ الله بخير. الله يجعلك دائم خير. اللهم امين. ابو عبد العزيز. نعم. انت الان مع المشاهدين. نعم. عبر البرنامج والمشاهدين يسمعونك هالحين وانت تتكلم. تسلم. فحنا نتشرف اننا نتصل بك لانك شاعر كبير، وشاعر لك قصائد طيبه في الوطن وقصائد في كافه اغراض الشعر. الحمد لله. الحقيقه فرصه طيبه يا ابو محمد او ابو عبد العزيز، ما ادري عاد نقول لك ابو محمد ولا ابو عبد العزيز. ابو عبد العزيز كل الاثنين. الله يخليهم لك ان شاء الله ويسلمك انت وياه. كلهم. الله يعافيك. على العموم طال عمرك. ما ادري وش انت محضر لنا. حنا هالحين نتصل بك ونبي من قصيده. نعم اللي تبغى. الله يسلمك. نصيحة وطنية غزل تغزل اللي تبغى. ما شاء الله وعندك غزل. أبو عبد العزيز أنا عارف أنك ما شاء الله عمرك أكثر من 70 سنة. لا والله 83. عمرك 83 سنة. الحمد لله. إن شاء الله إن شاء الله أنه على العز والمعزة، وأن الله يطول عمرك. طيب حنا نبي نسمع نصيحة يا أبو عبد العزيز. نصيحة؟ في البداية. هي نعم. يقول يا الله يا المطلوب يا راق النظر. سبحانه. أخر الذنبي وأنا منك خايف. ندبر الوالي رضينا بالقدر، واعرف ترى الدنيا ذهاب الولايه. الله الله. وافهم ترى دنياك هذه دنيه، اهدن عليه قبال واهدن نخايف، اهدي جمعها ويحب غيره وعليهم وسن التلايف. ولو
خلت الدنيا حد ما تلوع تخلي دموع فوق خده نراير. ترى الحبيب اللي صلاته لله ذنوبه ولقاه الحاسب خفاي وين الحبيب اللي يبر بوالده من ضرب الوالد عدته حشايف لبت فوق النعش شايلينه ومجودينه بالكفن واللفايف خلوه في قبر الهيام من مظلم ناموس شمس ولا ريح طايف خلوه في قبر الهيام الحاله اقوى بعيدان قلت انا حايف احدم قبره موسى فيه راحه واحدم قبره موسى ان الكسايف رهده وقفوا عنه يدافع الملا الا المصايف فوق قبره شرايف راحه وقاله وش عليه وويش له راحوا البيت يقربون الطفايف وحريته من عقب فرقه حريره دلت برز بالحني والعكايف ورجل يحوش المال ما شربعه الى مات لا تكثر عليه الحسايف يفرح به الوريد من يوم يجفي يفتح البيبان كانهم ضايف افهم ترى دنياك هذه موقته ما تنتبه يا العبد وش انت شايف لا تعجبك دنياك لو جرفت الكويت نبر التجار واهل الوظايف عرف ترى دنياك سيور هالفنا وحنا بعصر من السرحان عايف وحنا بعصر من السرحان عايف صدام يوم انه نوانا بطوقه في جامع انه من خيام العرايف اطراف ومرة كم انه قرينه عساه بكره من هاي النار جايف قهره مع الصراط من حين يعقب يهوي كم يهوي جراد مهايف تفهم اهل الدين تفهم قوموا قوموا عليهم مد لحات الرهايف ما تنتبه يا العبد تراك مد في جافيك موت وصير العمر هاي في الموت لو انك بدار بعيده يفردك فرد المود من الطرايف والموت لو انه رفيع محلكم وفوق ديباك وزل القطايف والموت يفرد من حبيب تحبه له عبيد لك علومه طرايف والموت قبل صفو درخم كلهم ولمية الجودو باللفاف انك جاهل تشيل النميمة لو كان تلقى لك روج انما يفتر النميمة شرط ما يحبها بكرة عظم من هذا النار زايف ورع النقا وصد رع النقا وصد باتر يبينه في دبرة الوالي من الخير كايف والنرك يا جاهل القاسي قصيرك والنرك ده يلمح صناعة العفايف افهم ترى جا فيك نار وجنة وجا فيك صراط الحدود رهايف أروض من الثالث ودق من الشعر ولا له الكون ولا سمته حوايف جا فيك صراط وسوالي بنار نار تروع ما أعرف لا وصايف ترى بخيت الليل الرب رايف ترى الحبيب الليل الرب رايف وحق عليك إلى غدالك مظنة تقول يا ربي عليك الخرايف مهوب حق انك تشمت بحبك تقول حظي وش علم امسايف يجلك رب فوق خلق التعلم مده ولا مده لدين القصايف يرزق رب يرزق الدابي عمله ولا بايع ولا هو بحايف يا رب عز امامنا يا ولينا امين جعل ما يشوف الكلايف يوم ولانا محسن برعيه ورعيته ما سم فيها سرايف سم واحد كذب الكبده منها طعط الموت وميات السفايف ونقل جنود في مناظر عظيمه غير الخوي والعسكري والمظالم تستور القران والشر مرجعه وطوع العاصي اسوات العسايف رب جديهم على البر ولد اخوانا الانور اخوانا الانور لتعبين الرهايف من سمني حق نصلي على النبي محمد رسول الله على الخلق نايف صلي وعلى العباد ما هالوندر وعداد ما تقولها هو بالسعايف وسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هذه ابو عبد العزيز تقول انها نصيحه وهي الحقيقه نصيحه وطنيه بنفس الوقت. الحمد لله بيض الله وجهك والله يعطيك العافيه جزاك الله خير. والحقيقه انت من الشعار المعروفين البارزين ابو عبد العزيز. نعم. وش القصيده الثانيه؟ اي واحده تبي. والله انت ما شاء الله عليك بحر وعندك جميع اغراض الشعر لكن حنا نعم. نبي نسمع منك الغزليه. الغزلية قديمة ولا جديدة هي؟ اطلب جديدة ولا لا لا اقول نعم. انت طالما ان عمرك 83 سنة هالحين نعم وبادين بال 84 اسلم ها؟ نعم نعم نقول ان شاء الله ان الله يطول عمرك لكن نبي قصيدة غزلية جديدة نبي نشوف تغزلكم يا الشيبان وشلون وشلون يعني يجي يقول طال عمرك يا جمال خمسة
بيض الله وجهك. هالصوت الحلو ما شاء الله عليك. الحمد لله. احنا لو عندنا طال عمرك فنان الحقيقه خلناه يغني هالاغنيه هذه. الله يطول عمرك. وبعدين ملحنه جاهزه. اي هو النعم والله. الله يسلمك. هو النعم الحقيقه انت يا ابو عزيز. نعم. يعني الان ما شاء الله بديت تتغزل وانت بعد ما وصلت 83. انهم بلهم ما عدهم بحسبني بالحيل الحريم. العظيم. لا فيك البركه. يا هلا. طيب تم. على العموم. نعم. حنا اجرينا هذا الاتصال بك يا ابو عبد العزيز من الرياض وعبر هذا البرنامج، نود ان تعطينا قصيده تكون مسك الختام لهذه الفقره. خاصة ان دكينا عليك وانت يمكنك نايم ولا شيء ولا لا 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 انا عبرك كل ايام الليله. الله يبارك بعمرك. والله اللي يجي منك غزليه غزليه ولا ايش بس؟ والله ما ادري بكيفك، شوف وش تبي تجيب. الله يسلمك. يقول يلي مفاتيح الفلك في يدينا سبحانه يمكون عمرك على الكاف والنون. الله. يلي مفاتيح الفلك في يدينا يمكون عمره على الكاف والنون ارحم ضعيف ما يجي النوم عينه من قدر الصخرة وناجي الذنون أدوج كني واحد وردينه طمارته دايم على الباب يردون كل يطق الباب يقول وينه قليل ما باليد وهم ما يعذرون كل يطق الباب يقول وينه قليل ما باليد وهم ما يعذرون كل يطق الباب يقول وين السبعة ومعهم ثامن ما نسرون اللي ذبحني اللي ذبحني من يضاهي بزينة مهداد الشام يمشي على الهون قلت الطريق قال ما طمكينا نخلي سهيل يسار نخلي سهيل يسار والدرب مامون ونشتك للأجناب ما هي بزينة عابر سبيل وكيف يمت للدون رشدك للأجناب ما هي بزينة عبر سبيل وكيف يمت للدون يا وهلي حال بيني وبينه لا عارف الرقمة وهم ما يردون بسوق الذهب بسوق الذهب قام يتخطاه وينه يليت محسن شابة وبالعبون. صح لسانك والحقيقة شكرا يا أبو عبد العزيز. الله يطول عمرك. ونتمنى لك إن شاء الله التوفيق وطول العمر والصحة. الله يجزاك خير. بعد انا اتمنى كلمه واحده. سم الله حبيبي. ان شاء الله المسلمين يكونون يد واحده على ما يحب ويرضى. اللهم امين، جزاك الله خير. على العموم ايها الاحبه اجرينا هذا الاتصال بالعم العزيز الشاعر مهنا بن عبد العزيز البراهيم المهنا من اهالي محافظه الدوادمي، هذه المحافظه الغاليه على قلوبنا جميعا. نشكرك يا ابو عبد العزيز. شكرا. الله يطول عمرك. الله يسلمك. ويجزاكم خير. الله يعافيك. شكرا يا ابو عبد العزيز وتصبح على خير طال عمرك. في امان الله. عزيزي المشاهد، هذه القصيدة
بعث بها للبرنامج الشاعر محمد بن جريبيع الصقري العنزي، ويقول فيها: راسي غزاها الشيب بول حياتي، لا هو سبب كبرا ولا هن رعابيب، ولا هو على مال بغيته لذاتي، من فضل ربي ما عليه مطاليب، ولا همي الدنيا ولا هي مناتي، ولا يهمني على الورتب والمناصيب، مال القلوب الله جعلهن شتاتي، حكمة إله عارف بالمغاييب، أحد عطاها الله قلب صفاتي، ما يسمع الهرجة ولوه على خيب، واحد معه قلب وعقله فواتي، ولا يحاسبه ربه ولا له حواسيب، واحد عطي قلب لبيب شفاتي، منقد راعيه بالرشد والطيب، واليوم يا مبارك تسمع وصاتي، اسمع وصات اخوان معك بالمواجيب، دنياي يا مبارك عطتني عظاتي، ساعة معي تصفي وساعة حثاريب، وجربتنا اللينة جربتنا اللين وشد عسراتي، وذقت الحلو والمر وسط المشاريب، وعرفتنا المدخال والمخرجاتي، وعرفتنا حل العقد والمناشيب، تجارب جربتهن ماضياتي، خذ النصيحة والنصايح تجاريب، أريد أقدم لك مكاسب حياتي، تجاربي قدمتها لك بترتيب، أول وصاتي لك صلاة وزكاتي، الصوم والحجة هذولا مطاليب، تنفعك في دنياك والمجبلاتي، يوم علينا يشهدن المكاتيب، وثاني وصاحب والديك إحساناتي، أخفض لهم جناح ذلك بتأديب، ادعو لهم بالمغفرة ورحماتي، حيثن إله الكون لعباده مجيب، والثالثة للجار حق ثباتي، عند الرجال اللي عليها مقاضيب، خلك لها الجنة ومين فراتي، وخلك ذراه بصاليات اللواهيب، لابد ما هي بينكم مبعداتي، سود الليالي والبقى دوم للطيب، والرابعة للضيف حلو النباتي، قدم لها الماجوب معقول ترحيب، الزم فعول جدودنا الخالداتي، موس حمر ودلال صفر محاديب، والخامسة ممشاك سر النواتي، احرص ترى الخايب عروقه مجاذيب، يجذبك في طبعه وعلمه شماتي، لا جيب فود يجذبك في طبعه وعلمه شماتي، لا جايب فود ولا من مكاسيب، وياك ويا ناقلين الوشاتي، اما بهت الناس ولا لها تغيب، احرص تواتيهم ترى الدرب ماتي، قبلك رجال اودعوهم مصاويب، احذر ونزه ساحتك يا غناتي، لوك تغرب يم دار الجانيب، وصديقك اللي حاز حلو الصفاتي، خلك يمينه وارفعه بالمناتيب، والسادسة وصل الرحم واجباتي، صل الرحم لوهم بعيد المساريب، واحرص الفعل الطيب والنايفاتي، يا أخوي ممشى الطيب ما به عذاريب، والسابعة بنهاك دب الحياتي، ثلاث لها لا خالق وخلقه مغاضيب، الظلم ينبارك تراها ظلماتي، والله خصيمك دون شك ولا ريب، والغدر هو الغش والمنكراتي، عيب على الرجال عند الغواليب، واحذر من دروب النسى الغاي وياتي، اللي مشى درب الردى والمخاريب، انظر ليوسف قصته شاهداتي، لولا قميصه سكننه سراديب، انظر ليوسف قصته شاهداتي، لولا قميصه سكننه سراديب، والثامنه يا اخوي فيها طراتي، سوالف دارا علينا بتجريب، المجلس آدابه عليك الزماتي، احفظ لسانك خل قولك بترتيب، وياك ويا ملاجف للحتاتي، قدر كبير السن
سلم العاريب والصدق بالمنطوق قوله نجاتي. خلك صدوق صادق الهرج ومنيب ودنياك وان صارت عليك ميلاتي. الصبر مفتاح الفرج بالمصاعيب والتاسعة حذراك والموب قاتي. سبع تراهن يعطبنك معاطيب أكل الربا والشرك والمحصناتي. قذافهن ياكل ببطنه مشاهيب والنفس قاتلها عليها حرماتي. النفس قاتلها عليها حرماتي تحرم عليه إلا بحق له يصيب. وتراجع بالحرب يوم اللقاتي. وجعل اليتامى وسط دارك معازيب وابعد عن السحار والساحلاتي. من كيدهم فكوا شديد اللواليب والعاشرة قوله عليها الصلاتي. وسلام من رزاق عوج المخاليب العرج دساسا بنقل الصفاتي. عرب مجازك يا عريب المناسيب خضرد من احذر تغرك وتاتي. سراحهن ما كبر له محاليب. وفي الواقع البرنامج يشكر للصديق الشاعر المشاهد محمد بن جريبيع الصدري العنزي الذي أرسل لنا هذه القصيدة، فشكرا له ولكم. وهذه دعوة مني إلى أن تتابعوا هذه الفقرة من فقرات هذا البرنامج. ما مر لحظة ما مرت على الباب.